اوكي هذا نزل هنا، نزل هنا يا ولد، نزل هنا. نايس. ايش قد الليفل ماله؟ ابلع. لا 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 55 اورجانيك بوليمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله طيبين. رجعت لكم فيديو جديد وبحلقة جديدة من آرك سرفايفل موبايل، حلقات الترويض. اليوم ان شاء الله راح نروض النورس ونشوف شنو فوائده. فيبقى قبل لا نروح نصلي على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. نذكر الله ونقول بسم الله. لا تنسون يا ابطال لايك واشتراك. يلا ليتس جو. اوكي شباب، شنو فائدة ترويض النورس؟ شنو استفاد منه؟ يعني ليش اروض؟ هو ترى مخلوق اذا تستخدمه للدمج والتنقل ما راح يفيدك. يعني اول شيء بطيء، مو كلش سريع، يعني تقدر تزيد بسرعة، مو مثل البيترادون او غريفن. ودمج ماله يعني مو هاي القليل، يعني ما راح تستفاد منه بالحروب. اللي راح تستفاد منه اولا بالبوليمر، اورجانيك بوليمر يجمع بشكل خيالي حلو، تجميعته حلوه، مو بشكل خيالي وانما تجميعته حلوه. والشغله الثانيه تستفاد منه ايضا، اتوقع اني كنت استخدمه مرات بالش اسمه صيد السمك، هم تستفاد منه، يجمع لك لحم الفيش ميت. زين شنو ناخذ ويانا؟ اكيد تاخذ وياك الاسلحه مال التخدير مالك. لحظه اني وين الش اسمه اللوجنك مالي؟ هاي ناروتو وخر. اللونج نيك ما موجود؟ اتوقع هنا. يب هيات اللونج نيك، هياته اللونج نيك. وخر الرفايل هذا، جيب هذا. اوكي شو اسمه وين؟ هنبا تعال دور على اسهم شو اسمه الدارتس مال اللونج نيك. فراح نستخدم الاسهم مال الكمباوند بو احسن. اوكي تستخدم الكمباوند بو، اذا انت لقيته نازل على الشاطئ تستخدم له بوله وتزمه، واذا مو على الشاطئ عادي تحاول تنومه. ما اتوقع راح ينزل الاكسجين مالته، فنحاول ان شاء الله. يريد كبل مال الرابتر، عندي كبل مال الرابتر. هذا كبل مال ايش؟ ديلو ايج. هذا مال ايش؟ اكو هنايا، خلنا نطيه اياه هيجي كويتزل ايج. هو المفروض ما ينطي هيج، او عادي اسوي له فيد، بس ما راح يفيده. ما راح يفيده. شوفوا ما راح يفيده، لازم مال رابتر. فاني ما عندي هسه. زين النورس شنو ياكل؟ كبل. ياكل الكبل مال بيجوموستاكس او الكومبي. بيجوموستاك هذا ما ادري اللي فضت اسمه صح لو لا، ابو المصحح والله الكفك الكفك. الحيوان الحرامي اللي يبوق دائما. او مال كومبي، انا يعني سويت له كبل مال الكومبي. الكبل مال بيجوموستاكس هذا الحيوان الحرامي يحتاج البيضه مالته والوحده ليمون، واحد راو برايم فيش ميت، واثنين مجوبيري. اما مال الكومبي، يريد منك بيضة كومبي، واحد ليمون، وواحد كوكت فيش ميت. لا اي واحد كوكت فيش ميت واثنين ميجوبيري. فياب انا اشتريت كبل ومجهز وضعي. هسه ننتقل نروح ندور عليه. وين تلقاه؟ طبعا تلقاه على المي. شلون هسه هذا؟ والله الا اشوف شنو كان هذا. يا ولد شنو كان هذا؟ وينه؟ اي والله تمساح نيص، تمساح نيص. شي يدور هنا وخرو. اي والله تمساح نيص. شي يدور هنا؟ اي الكلاود شي. اوكي خلونا نروح منه. طبعا تلقونه هنايا مرات يطير، او على النهر تلقوه جاي يسبح، نازل هبوط مسوي. دوروا على البحر هيج. هذا واحد شوفوا يطير هنا. نشوف ليفل 100، ليفل 100 حلو يا ولد. ليش ما نروضه؟ وراح يروح على الشاطئ. حلو 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 من حظنا هذا. ونضربه بالكمباوند بو مالنا بساعة راح ينام. ابلع نام قبل، شوفوا بساعة ينام امينا، ما يحتاج منك تتعب نفسك. اوكي خلونا نتخلص من ديناصورات عندنا زيادة. نتخلص من منو؟ نتخلص من الكارنو. انا كليم الكارنو. اوكي هسه هذا ننطيله الكبل، خلو ننتظر ياكل الكبل ونشوف شنو وضعه ونجهز له السدل مالته. اوكي السدل مالته يصير هنا هياته. السدل مالته ينصنع من 230 هايت، 125 فايبر، و75 كيتين او كايتين او كيراتين. ايزي الغراض مالته ما يحتاج شيء. اوكي مات، سلام عليكم، سلام عليكم. مات ما ادري شنو اللي قتله. ها صدق شو اسمه اوكسجين. مات يا ولد، مات مات، يراد اننا نلقى غيره. اي والله مات. ما نقدر نطلع هذا من الماء يمكن. يب اها استلم استلم. انا قلت ايش عجب ما جبنا العيد بهاي الحلقة، ايش عجب. اثاري لا، اثاري العيد موجود. نقدر زين. الجريفن وين؟ اوكي هذا نزل هنا، نزل هنا يا ولد، نزل هنا. نايس. ايش قد الليفل ماله؟ ابلع والله يا ولد. سالفه داتشا، تعال جيب هسه الجريفن، سوي له استدعاء هنايا. السالفه داتشا يا ولد، انا قلت ما جبت العيد بهالحلقه، شنو الموضوع؟ مو هسه اذا اضربك هنايا راح توقع بنص الماي ونبتلش يا ولد. نقدر هذا النوم هنا؟ يلا استعد. واحد ابلع. اوه ليفل عالي. لا لا ليفل عالي يا الله، ليفل عالي. لا يروح. وين راح؟ لا تقولوا لي طاح هنا. اي واحد هنا 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 هنا. تعال تعال، لا تروح لا تروح هناك يا اخي، لا تروح هنا بنص الماي. والاكسجين ماله دا ينزل هسه 100%. اي والله اكسجينه دا ينزل. راح اطيله كبل واحد. شو شلون شو اسمه مالته؟ ايه جيب اجا اجوي اجوي المغثه، اجوي المغثه. باوع زوج انا اروض هنا. اي هذا واحد. اي ليفل 30 يتروض بسرعه يا ولد، يتروض بسرعه. ما اريد ليفل عالي، خلاص بطلت انا، استسلمت استسلمت، ما اريد ليفل عالي. اعلن استسلامي. اوه صدق هذا من هسه راح نضربه وبساعة يموت. بس راح احاول الكمباوند بو اني ما اضرب له. يا اي اها اها. انطيه هذا واحد كبل وانطيه مسرع. خلاص خلاص خلوا هذا يتروض ونشوف دربنا عاد، نشوف دربنا. مليت. لا 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 يا ابو تفله يا خسيس. ووو انا التهيت بغير شيء. ابو تفله الخسيس، شفتوا ايش راد يسوي؟ والله قلت هسه هذا بهالحلقه ما بين، ايش طلعك انت ابو تفله؟ ابلع بعد كبلات، ابلع بس تروض، كل شيء ما اريد منك، بس اريدك تروض، رحمه والديك تروض. اوكي شباب، طبعا ليفل 30 روضته لان قلت لكم شفتوا كم مره يروح من عندنا ليفل عالي، فقلنا خلاص جبته هنايا، ركبت له السدل ويب قلنا خلينا نجربه، الوزن عنده طايح طايح الوزن، ما ادري لان هالغراض عندنا، خلوا نرجع الغراض والله نخليه يم شو اسمه. حلو هسه تمام، وبعدها بطيء، بعدها بطيء يا ولد، ولكن هسه احسن. من المميزات هاي الضربه، الضربات ما عنده ترى حلو، ولكن تقدر تنزل هيج حلو، تقدر تنزل بالمي وقبل يسبح هيج، يعتبر خلينا نقول مثل سفينه، مثل شو اسمه، مثل رافت نعتبره خلينا نقول. بس خلونا ندور على البطاريق ذول وينهم. اتوقع بالانهار، الانهار اللي نلقى به السمك العادي هنا ما اتوقع يقدر يزم سمك، ما اتوقع، بس بالانهار ذنيك اللي بيهن اسماك صغيره هناك يقدر يصيد سمك. اذا عندكم معلومات اكثر على هذا كتبوا لي اياها، ممكن انا ما اعرف مع، لان انا ما مروضه هاي، كنت مروضه بوقتها لزمت بيه سمك اي، لكن بالبحر ما اعرف شو يسوي صراحه، واعرف بيه انه البوليمر، سالفه تجميعه للبوليمر، دمجه زفت هذا. ياهو نريد بس واحد بس، خله اضربه بالسيف اكتله. تعال هسه خله افرمه بهذا، خلونا نشوف البوليمر اللي راح يجمع لنا اياه. اورجانيك 16 اورجانيك بوليمر، بعد باقي، لا خلاص. اتوقع الصغير ينطي اكثر. اوكي 27 اورجانيك شنو؟ 27 اورجانيك بوليمر، شوفوا والله نسبة قوية ترى نسبة قوية. هاي زين ايش قد السيف راح ينطيني؟ 10 اورجانيك بوليمر حصلنا بالسيف، شوفوا فرق هواي، فرق شاسع. نجي على الصغير هذا، نجي على الصغير، الصغير ينطي اورجانيك بوليمر هواي، اقتله، خلي نجي نفرمه. 15 حلو 15، شوفوا ايش قد حصلنا، هذا من ايش كم بطريق بس. فيب يا ولد اذا عندكم اي معلومات ثانيه، او خلينا نشوف هذا الصغنون، ابلع ايش قد راح يعطينا هذا؟ 55 اورجانيك بوليمر، شد 55 يا ولد. البطريق الصغير ينطيك بوليمر اكثر، اورجانيك بوليمر اكثر. فيب عندكم معلومات ثانيه ضيفوها بالتعليقات، خلوا غيرنا يستفاد. فلهنا وصلت وياكم نهايه الحلقه، اتمنى تكونوا استمتعتوا وياي، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لا تنسون شباب لايك اشتراك، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم بالحلقات الجايه، مع الف سلامه.